يا سلام، يوم جديد، صباح الأمل وصباح التفاؤل من جديد، وأهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من كل مكان، من داخل ومن خارج المملكة. رح نبدأ صباحنا اليوم أنا وألكسندرا بالنشاط والحيوية، ورح نتعرف مع بعض ومعكم على أهم التمارين لتقوية الساقين مع الكوتش المتواجد معنا اليوم باستديو يوم جديد. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير. صباح الخير. ادهم، اكيد الكوتش ادهم والكوتش نضال اليوم رح يطلعونا، بس سؤالنا قبل ما نبلش تمارين الرياضيه، قديش مهم تقويه عضلات الارجل؟ يعني انا حكيت يمكن انها كثير مهمه، صح، بس قديش فعلا اهميتها، وخاصه الواحد لما بيتقدم نوعا ما بالسن وبصير في ضمور بالعضلات، هذه الاشياء اكيد بتفيد. أكيد طبعاً، يعني تقوية عضلات الرجلين بتفيد بكل النشاطات الرياضية، خلينا نحكي جميع النشاطات الرياضية. هل في ناس معينين مش لازم يؤدوا مثل هاي التمارين اللي هلأ إحنا رح نشوفها، ولا كل الأشخاص سواء النساء أو الرجال بكافة الأعمار بيقدروا؟ لا طبعاً، يعني إنه جميع الأعمار بيقدروا يعملوها، بس خلينا نحكي إنه الشباب أكثر إشي بيقدروا يعمل هذا الإشي. يعني أنا وشاهد بنقدرش نعملها. لا، أنا بدي أسأل سؤال كثير مهم، إنه الأشخاص اللي بيكون في عندهم ألم بالساقين، هل هاي التمارين بتساعد في علاجها مثلاً؟ مفاصل، ركب؟ لا، هسا بيكون عندهم آلام يعني في الركب أو في المفاصل، فهاي في لهم تمارين خاصة لهي الأشياء. طيب اوكي، نحن يعني رح نعطيك الهواء عشان أوكي. تلعب لنا هاي التمارين ونتعرف على اهمها معك اليوم كوتش ادهم. تفضل. يا تفضل. رح نبلش اليوم في تمارين تقويه الرجلين. رح نعمل احماء عام قبل ما نبلش في اي تمرين. الاحماء العام جامب خفيف، حرك اليدين الامام، تشينج خلف، جانبي، للأمام. طبعا بنعد للعشرة كل التمرين. جامب عادي، رجلين للخلف، للأمام، ستوب. طبعا هيك احنا بنكون عملنا احماء عام للجسم قبل ما نبلش باي تمرين. طيب نبلش تمرين اللانج، رجلي اليمين للامام، لازم تكون رجل اليمين والخلف بزاويه 90 لما اجي انزل عشان ما يصير عندنا اصابات في الركبه. ننزل تحت، نعد 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نعكس شمال، 1 2 3. تمرين هاد بقوي عضلة الرجلين من الأمام ومن الخلف والجلوتس. 6 7 8 9 10. طيب نعمل تبديل هسه مع الحركة، نفس التمرين بس مع الحركة. رجل الأمام يمين الأمام، مع العد نعمل تبديل. Go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طبعا التمرين انتم شايفينه سهل، بس هو كثير صعب وبقوي عضلات الرجلين من الأمام ومن الخلف. نعمل تمرين ثاني اللي هو سكوات، لازم حوضك يكون للخلف وركبتك ما تتعدى رؤوس صابع رجليك عشان ما يصير عندنا إصابات. ننزل تحت على الآخر، بطلع لفوق بشد حوضي، بنزل 2
3 4 5 6 7 8. التمرين هذا كمان بقوي عضلة الرجلين من الأمام الفخذ، قوي العضلة الخلفية من الفخذ والبلوت. آخر مرة ستوب. زي ما انتم شايفين انه الركبة ما تعدت رؤوس صابع الرجلين عشان الإصابات. طيب هسا بنعمل نفس التمرين مع الحركة، سكوات تحت مع الجمب. جو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ستوب. ناخذ راحه للرجلين، بنريحهم شوي، نكون شغلنا احنا عضله الفخذ الاماميه والخلفيه والجلوس، بنشغل العضله الخارجيه للرجلين. بنزل نفس الشيء سكوات بس ما بنزل على الاخر، ورجلي اليمين بطلعها للخارج وللداخل مع العاد. جو 1 2 3 4 5 6 7 8. بكون هون ضغط على الرجل الثابته، والرجل المتحركه تكون تشتغل عند هلا بدكتور العضله الخارجيه. صب نعكس الرجل الثانيه. جود 4 5 6 7 8 9 10. ستوب. كون شغلنا العضلة الخارجية. هسا نشتغل عضلة الكالب اللي هن البطلات. نثبت على رؤوس أصابع رجليك للأعلى مع العد. جو 1. نثبت شوي وبننزل 2 3 4 5. طبعا التمارين كلها سهلة بس هي فعليا صعبة لأنها بتقوى عضلات الرجلين بشكل مش طبيعي. هي سهلة انك انت تعمليها تمرين بس هي احنا للشوف سهل، بس بس لما تعمليها بتكون كثير صعبة لعضلات الرجلين، وكثير التمارين هاي بتقوى عضلات الرجلين بشكل مش طبيعي. طيب ستوب. نعملها نفس التمرين مع الجمب زي اللي بنطلع حبل تقريبا. نطلع مع الجمب. جو على رؤوس اصابع رجليك. ستوب. يعطيكم العافيه، هيك احنا بنكون شغلنا كل عضلات الرجلين بوقت كثير قليل، ويعطيكم الف عافيه. يعني انتم يعطيكم العافيه. يعطيكم العافيه. شكرا لكم كابتن ادهم وكابتن نضال. وبدنا نذكر انه قالوا بالبدايه لازم نحمي العضلات قبل ما نبلش نعمل هاي التمارين حتى ما يصيبنا ستيف كمان بالعضلات واصابات. شكرا لكم. أهلاً صباح النشاط والحيويه. شكرا كثير لكم. اهلا.